بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. هو الحقيقه ما فيش جديد، لان كالعاده الاهلي مصدر السعاده، وهو ده يعني ما فيش جديد. كل يوم هو الاهلي بيبقى كل واحد في حياته حاجه هي اللي بتدي له السعاده. الحقيقه النادي الاهلي اصبح مصدر سعاده الملايين جوه مصر وبره مصر، والحقيقه كلامي ده يعني بيجمع عليه الكل. مش عايز اقول ان جمهور النادي الاهلي بس الاهلي مصدر سعادته، لا، المصريين كمان النادي الاهلي مصدر سعادتهم. خلينا نقول انه النادي الاهلي كل يوم الحمد لله فيه بطوله بتدخله. احنا تابعنا الاسبوع اللي فات يومين ورا بعض بطوله كاس مصر للسيدات، بطوله كاس مصر للرجال، طفره كبيره بتحصل في قطاع كره السله رجال وسيدات، حتى الناشئين كمان والناشئات، وهيكون لنا كمان اكيد لقاءات يخص الناشئين والناشئات. بس احنا اتعلمنا ليديز فيرست. النهارده هيكون يعني تكريمنا واحتفالنا بسيدات النادي الاهلي لتوجه كاس مصر للسنه الثانيه على التوالي، وحطوا تحتها 100 خط، وبطولة المرتبط للسنة الثانية على التوالي، ونحط تحتها 100 خط برضه. وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله بطولة الدوري السوبر. وقبليهم كمان بطولة القاهرة اللي احتفلنا بيها منذ شهر في نفس المكان. لازم نحتفل بدول، بالرجالة، رجالة الجهاز الفني وسيدات الجهاز الفني، وأيضاً لاعبات الفريق اللي بقالهم سنتين بيبنوا طوبة على طوبة. وأنا عارف أنا بقول إيه، يعني المكسب والمنظر اللي أنتوا شايفينه ده ما بيجيش فجأة. ده طوبة ورا طوبة ورا طوبة عشان تلاقوا هيكل كبير، بقى فرقة بتقدر تحصد البطولات. وأنا بقول لكم خليكم فاكرين كلمتي دي، إن شاء الله إحنا رايحين عربيا ورايحين أفريقيا بالفرقة دي. خلينا نرحب بعريس الفريق أو اللي بيسموه المدير الفني، بعد عريس طبعا بيقولوا عليه المدير الفني، بس هو في الأساس هو عريس الحفلة وعريس هذا الإنجاز، كابتن إيهاب الألفي المدير الفني. أهلا بيك يا كابتن. أهلا بيك يا كابتن عايز. منورنا وألف مليون مليون مبروك. الله يبارك فيك وربنا يخليك، ودايما يا رب إن شاء الله نتجمع في انتصارات وبطولات يا رب إن شاء الله. نتجمع بيكوا وبتعبكوا وبحرقكوا يا كابتن إن شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن. معانا يعني نجم النادي الأهلي السابق، والحقيقة كان بيتعبني جدا في الفتنس، لما كنت بتمرن معاه كان بيقطع نفسي وكان ما بقدرش أمسكه، ولما يمسكني كان يبقى يعني يوم في التمرين، أنا بتكلم في التمرين طبعا. معانا ومعاكوا المساعد المدرب العام طبعا، وهو احد القلائل في مصر اللي جمعوا ما بين الناحيه الاكاديميه والناحيه المهنيه، يعني اللي بيدرسه بيلاقيه في الملعب والعكس. معانا محمد جاد او دكتور محمد جاد المدرب العام. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا اسامه. يعني دي مقدمه انت تستحقها دكتور. ربنا يخليك، انت دايما بتجاملنا وتقول لنا حاجات كويسه. ربنا يخليك اكيد ان شاء الله، والف مليون مبروك، واكيد بطولات كتير على ايدك باذن الله ان شاء الله يا رب. ان شاء الله معانا لعيبه ارتكاز مصر، مش هقول النادي الاهلي، خلينا نقول مصر، لعيبه من الطراز الفريد، لعيبه الحقيقه لما بتبقى فورمتها النادي الاهلي كله بيبقى فورمته. معانا نور علي طلعت. ازيك يا نور؟ حضرتك الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. ودايما لما بتكوني فورمتك كده بيبقى الدنيا عندنا كلها مبسوطه وسعيده والحياه جميله، ومفيش منافس قدامنا ان شاء الله. ان شاء الله على طول. الف مليون مبروك. ميرسي. الله يبارك. معانا بقى، انا ما بحبش اقول كابيتان والكلمه دي انتشرت قوي وبتاع، بس خلينا نقول يعني دينامو الفريق، ديفنس واوفنس، تجميع لعيبه، روح لاخر ثانيه بتلعب، وحطوا تحت اخر ثانيه دي 100 خط، يعني روح الفانيلا الحمراء متربيه عليها وهي صغيره. معانا دينا عمرو كابتن الفريق. ازيك يا دينا؟ ازيك يا كوتش هيثم؟ الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. وعدتينا ككابتن فريق وحتى الان الحمد لله. الحمد لله يا رب. بس انا ناقص على الحلو تكه ان شاء الله باذن الله. باذن الله. ابتدي طبعا بلقائي مع الكابتن ايهاب الالفي. كابتن، توليت المسؤوليه منذ سنتين، كنا قريبين من بعض وكنا شايفين المجهود اللي بيبذل. كان عندك حلم، والحلم بيبتدي برؤيه، بيبتدي بمجرد خيال وبيبتدي يتنفذ على ارض الواقع. كلمني منذ البدايه، منذ توليك المسؤوليه من سنتين، سريعا، مش هنطول على الناس، هنخش على البطوله، بس سريعا قول لهم بنيت ازاي طوبه على طوبه الفريق. اول الحمد لله على المكسب وعلى بطوله الكاس ثاني سنه على التوالي في ان شاء الله في لعب النادي الاهلي. الحمد لله بصراحه ربنا كرمنا زياده، يعني مش عايز اقولش متوقع كده، كنت اتمنى يعني كده، لكن ربنا سبحانه وتعالى من علينا ان احنا ناخد خمس بطولات، وان شاء الله السته باذن الله هي بالنسبه لنا الاهم، واحنا متعهدين ان احنا ان شاء الله يا رب الدوري يرجع السنه دي. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله السنه دي. البدايه كانت الفرقه كان عندنا يعني قابلنا شويه صعوبات شويه ما بين سفر لعيبه واصابات، دي كانت الحاجه المشكله يعني. وما كانش في تدعيم يعني في موضوع البنات. الحاجه الثالثه ان احنا لما جينا فكرنا ندعم كان صعب في البنات كابتن هيثم، يعني صعب التنقلات من المحافظات واللعيبه واللاعبات صعب موضوع صعب.
كان اول ميتنج للفرقه. طبعا احنا النادي الاهلي احنا اما احنا تربينا على المركز الاول وما نعرفش غير المركز الاول. نعرف ان عندنا منافسين اقوياء وكده، لكن احنا النادي الاهلي لازم نشتغل اكتر، لازم نضاعف عدد ساعات التدريب، لازم نتمرن صبح وبالليل، يعني لازم نيجي على 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 حياتنا وعلى دراستنا وعلى جامعتنا شويه عشان خاطر النادي الاهلي نحطه في مكانه. يعني افهم من كلامك يا كابتن، انت اول حاجه اشتغلت عليها هي زرع روح الفانيلا الحمراء جوه اللاعبين واللاعبات، روح النادي الاهلي اللي احنا اتربينا عليه. ده اللي اتربينا عليه احنا. النادي الاهلي في اي لعبه او في اي مرحله مش بينافس، يعني هو بينافس على المركز الاول، مش مجرد ان احنا بنروح كنا رابع الدوري او ثالث الكاس، ده لا يليق باسم النادي الاهلي. صحيح. يعني ده من اول يوم اشتغلنا على الكلام ده. بصراحه البنات بذلوا مجهود جامد جدا وفعلا جم على دراستهم وفعلا جم على حياتهم. ما خلاص بقى كانوا متعودين ان في اعياد ميلاد كتير وفي يعني خروج وفي لازم الجامعه دي لقطات يا كابتن غريب شويه. المباراه اللي احنا زعلنا على شاشه قناه النادي الاهلي والحقيقه لحظات وشايفينك على الخط، يعني حتى بتوجه اللاعبات الله يكون في عونك يا كابتن في الشغلانه بتاعتك دي بصراحه. لا هم والله ملتزمين، يعني انا بس لا الاعصاب الاعصاب يا كابتن مجرد لا بس لو سمحت بس رجعوا لي البنش يا جماعه بعد اذنكم، اللقطه اللي فاتت دي ترجع، انا عايز اشوف البنش مع تلاته بونت. ايوه معلش انا هتعب زملائي في الاخراج، معلش رجعوا لي البنش مع تلاته بونت اللي اتحطت. ونوري اللاعبات ازاي قاموا من على البنش. هي دي الروح، هي دي روح النادي الاهلي، ما نبصش على في الملعب، نبص على البنش. اتفضل يا كابتن. اللي انت بتقوله يا كابتن اسلم هو ده الاساس. بص يا كابتن معلش انا اسف، بص الكره جت، بص البنش عمل ازاي، بص الكره لما تنزل نمشي امشي كمان، بص البنش كله قام نط. ابص البنش، يعني البنش قاعد بينفعل حتى مع الكوره ماشي وبيشجعوا كانهم هم الجمهور. شوف الباسكت لما هيجي هيحصل ايه على البنش. هو المكسب بيجي من هنا، ما عايز تتفرج على الفرقه اللي بتكسب. حتى الولاد لما خدوا مكسبهم هنا هلا هي بتحط الباسكت. بص البنش، بص. وانا عايز اقول لكم ان مين اللي بيتنططوا دول، في ناس في مركز هاله اللي حاطط الباسكت طبعا. وعايز اقول لك ان الروح دي عايز تشوف فرقه بتكسب يا كابتن ايهاب، واحنا اتعلمنا كده. اول ما تخش الملعب بص على البنش، هم دول نجوم الماتش الحقيقي. فانا اسف بقطعك بس انا عايز اوصل للناس انت عملت ايه واللاعبات كمان عملوا ايه عشان يوصلوا للمكسب ده. اتفضل يا كابتن. والله الحمد لله هو دي روح النادي الاهلي، دي مش دي فعلا دي حقيقه مش شعارات، وهي باينه في الحمد لله في يعني في الاحتفال بتوعها في الجيم لايف. لكن البنات روح كويسه جدا مع بعض، من الفرق فعلا القليله اللي كلهم فعلا بيحبوا بعض. الغيره بتبقى غيره تنافسيه، لكن البنات عندهم غيره بطبيعتهم، لكن فعلا هم جوه الملعب ما بحسش بالموضوع ده خالص. صحيح. بدليل ان هم ال 14 في ناس بره السكور فرحانه اكتر من الناس اللي كانت في السكور، وفي ناس ما شاركتش وهي في ال 12 يعني في السكور جوه السكور ما شاركتش، كانوا فرحانين جدا 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 جدا. يعني هي ده روح النادي الاهلي، هو ده المكسب. اطلع من كلامك انا شايف نور بتضحك اللي بتتفرج على اللقطات دي، يعني ابتسامه بتفكر لحظات حلوه. المكسب حلوه دي يا نور، مكسب حلو. وخلينا اقول كمان يا نور ان المكسب لما بيجي بعد تعب بيبقى ليه طعم خالص. صحيح. ولما يتكرر كمان بنحس بمتعه اكتر. يعني حسنا شفتك من اللقطات شغاله وانت يعني منتهى السعاده، يعني لحظات حلوه بالظبط قوي. طب قولي لي يا نور انت يعني مش عارف اقولها ازاي، بس بيبقى في مجهود بيبقى بيبذل وبتاثر حتى على دراستك، بتاثر على يعني حياتك العائليه، عايز تخرج مع باباك، عايز تخرج مع مامتك، الموضوع ليه ثمن. شايفين الثمن ده يساوي المكسب ولا لا؟ طبعا. يعني وكمان ان احنا التعب بنعمله من قبليها بكتير، بنتمرن كتير عشان نوصل للفوز دوت، ولما بنوصل له بنحس ان احنا لا ما فوتناش حاجه، احنا لقينا الفوز في الاخر، فعايز يعوض المجهود. صحيح. اللي احنا عملناه. بس نور انتوا في الملعب لعبوكوا شيك كفرقه، وعلى الحقيقه انتوا شيك ما شاء الله، يعني يعني فرقه تشرف، وفرقه يعني نقول ان انتوا فيكوا كيمياء حلوه، ليكوا روح كويسه، يعني مهما شفنا في الملعب بنلاقيكوا في الاخر ملمومين وعندكوا روح وصف واحد. يعني كلمينا بتتكلموا مع بعض ازاي، يعني كلميني عن الروح اكتر.
هي في البدايه ان احنا قبل اي ماتش دايما ميتنج ده قبل حتى ما الكابتن ايهاب يتكلم هنبقى قاعدين مع بعض بنهزر بنضحك في تمارين، ولما بيجي الماتشات بيبقى اكتر بقى الكلام من بعض أكتر. كلام في الماتش بالظبط، وهو ده اللي بنيجي في الماتش بنلاقيه بحس ان انا خلاص هي اختي وصاحبتي بره الملعب، فجوه الملعب بالظبط يعني بيحصل نفس المواقف ديت بلاقيها على طول جنبي. طب نور قولي لي قبل ليله الماتش، ليله ماتش الكاس سبورتنج فريق محترم طبعا، في مدير جهاز فني محترم جدا، في مجموعه من اللاعبات خبره وليهم قدره على حسم اللقاءات الاخيره، خاصه ان السنه اللي فاتت برضو راح منا المرتبط، راح منا دوري السوبر بعد ماتش فيصل، فكان في شويه يعني ايه عارفه انت مش عقده، بس مش هقول عقده، بس في شويه ايه قلق ان انا ممكن اخسر تاني من سبورتنج. عملتوا ايه ليله الماتش؟ قبليها كنا كلنا قاعدين بنتكلم في بكره، كل واحد بيقول توقعاته للماتش. لوحديكوا ولا الكوتش معاكوا؟ لا لا لوحدنا. لوحديكوا؟ اه. كل واحد بيقول قالوا لك يا كوتش ولا ما قالولكش؟ لا انا عارف ان هو بيقعدوا، انا سبتهم عارف كل حاجه يعني مسيطر؟ لا يعني انا سبتهم اليوم، يعني انا دايما المحاضره بتاعتي بتبقى يعني يوم الجيم، انا وكابتن جاد والجهاز بنحب ان هي تكون قبل الماتش المباراه بشويه بعد الغداء بتبقى يعني يفتكروا عشان هم بينسوا شويه بصراحه. انا عايز اعرف هي فباخرها شويه. اه عايز اعرف من نور عملت ايه بقى ليله الماتش؟ بتقولي اتكلمتوا في ايه بقى؟ قولي كنا عاملين لا قولي لي ما تحكيش لدينا وتقعدوا بقى الغمزات واللمزات. لا انا عايز كله على الترابيزه قدام الجمهور كله، لو في حاجه في شد بتاع قولي قولي. لا لا والله كنا بنتكلم في كل حاجه ايجابيه، يعني مين هيمسك كل فنيات كمان. اه وان الغلطات اللي حصلت في الماتش الفاينل بتاع سوبر ازاي نصلحها بالظبط، وان دوت ملوش تعويض، يعني مثلا ماتش السوبر ممكن اعوض او الدوري في تعويض، لكن ماتش الكاس احنا كلنا بنتكلم ان مفيش تعويض ولازم كل واحد يعمل اكتر حاجه عنده. طب اكتر حاجه كنت قلقان منها ايه؟ ان احنا ما نبقاش متوافقين. برافو، لعلمك ده هو اللي بيخلي الواحد يتوفق. أوه. ان انت قلقان من نفسك فبتشتغل على نفسك بالزبط. هو ده الاساس، انما انت اخطر ما يكون انت تخاف من الخصم. لا لا مش يعني انت كنت قلقانين من ان انتوا ما تادوش الاداء بتاعكم بالظبط، وده اللي خلاكم تادوا كده وده خلى الروح. طب اتفقتوا على ايه؟ هل كلام من الكواليس، هل كان ممكن تقولوا مش عايزين زعل بقى من التغييرات، محدش يطلع زعلان انه طالع بدري، ولا ده اصلا ما اتطرحش؟ لا ما كانش في دماغنا اصلا، محدش كان بيفكر في الكلام ده خالص، على طول بنتكلم ان اللي هينزل ايا كان التايم بتاعه قد ايه هيأدي للفريق كله. اه يعني انكار الذات هو ده الاساس بالظبط. ودينا كابتن الفريق في الاجتماع ده عملت ايه بقى؟ شديت على مين؟ قولي لي يا دينا. هي اولهم. هي طبعا اولهم. بص يا كوتش هيثم، هو اهم حاجه ان احنا كنا نازلين الجيم احنا يعني خمس لعيبه قدام خمس لعيبه، هي ما فيهاش يعني هزار. صح. احنا هنعمل اللي علينا والباقي بقى على ربنا، واحنا كنا ملتزمين يعني تماما بتعليمات الكوتش اللي هو قالها لنا، هو كابتن جاد طبعا اكدوا علينا في حاجات كتيره جدا، والبلايس بتاعتنا والديفنس، حتى الكابتن ايهاب كان هنا كان قايل لنا هيعمل دي لحظه رفع الكاس ماتش اب كتير. اه يعني مشهد اتكرر كتير صراحه. لا بس كل مره بتبقى مختلفه عن الثانيه الحقيقه، يعني خصوصا هو ده اللي عايز اسمعه منك. اه لا كل مره بيبقى ليها مفيش شبع من البطولات بالظبط. لا يعني خالص يعني احنا معاكم للاخر لغايه ما تزهقوا منه بالظبط. يعني الحمد لله خدوا البطولات زي ما انتم عايزين. يعني احنا حتى لما فعلا كسبنا الجيم ده فعلا كلنا كنا مبسوطين جدا، وفعلا شفت ناس عمري ما حسيت انها مبسوطه قد ما شفتها الماتش ده، بالرغم ان هي ممكن تكون حتى ما لعبتش. فكان شفنا البنش في الاخر. اه الحقيقه حتى كمان كلنا لما دخلنا اللوكر روم كلنا بنقول انه ام في بي الجيم هو البنش. برافو عليك. احنا اصلا ما قلناش ان في حد من اللعيبه كان احسن لاعب، هو كان فعلا البنش، كلنا كنا مجتمعين على النقطه دي. برافو عليك. فحقيقي فعلا احنا كنا مبسوطين جدا. و دينا انت ككابتن فريق وبتخرجوا كسبانين من ماتش زي ده وكل الفرقه فرحانه، احنا كنا لعيبه وحصل ده معانا 100 مره، ممكن لعيب ما يكونش شارك كتير، ممكن لعيب ما رؤيه الجهاز الفني وتحترم، بتحسسوه ازاي ان هو نجم الماتش؟ هو ده وارد وهو بيحصل عامه كتير جدا، بس هي النقطه بتبقى في حاجه ان اكيد طبعا كابتن ايهاب بيبقى ليه رؤيه معينه في الجيم، خصوصا لو الماتش كريتيكال او ماتش فاينل، ما بينفعش ان هو مثلا التغييرات فيه تبقى كتيره، بتبقى مثلا محدوده رؤيته الفنيه، هو بالذات هو شايف كده. عكس ان في ماتشات كتيره قوي هو بيشوف انه لا، حتى لو الجيم ازم حاجه بس دي فرصه ان هو يتعوض في حاجه تانية، بس في اوقات احنا ده ما يتعوضش، فهو بيضطر ان هو لا، هو يعني يركز شايف ان هو بالظبط واللعيبه مقدره ده، يعني فعلا. اه ساعات كتيره انا ببقى من الناس اللي مش متوفقه. طب اللقطه دي بقى انا عايز اعرف كان بيقول لك ايه بقى
هنا كان كابتن ياسر افتحي على البيز لاين عشان تسيب لنا مساحه نلعب. لا بتقول لا تاني واحده واحده افتحي لنا الملعب عشان كنا بنلعب خطه هاد وهورن البلاي ميكر مع البيفتس، فالقطرات فاتحه على الجنب. هو عايز الملعب يفتح بالظبط عشان هم يعرفوا يلعبوا 1 اون 1 ويلعبوا مع البيفتات عشان احنا يعني كان عندنا تفتحي مساحات في الملعب بالظبط عشان لما نلعب 1 اون 1 يبقى في مساحات حتى لو حصل هيلب يبقى في حد فاضي على 3 بوينت بالظبط على 3 بوينت. اي نعم انا ما كنتش متوفقه بس حاولت ان انا اعوضها بحاجات. المكسب بينسي كل حاجه بالظبط. انا كنت على قد ما بطر بخش وباسست الناس عشان هي كانت. طب دينا انت كلمتيني عن دورك مع اللاعبات واحساسك بيهم واحساسك ككابتن فريق، كلميني عن اللينك اللي بينك وبين الهيد كوتش او الجهاز. ممكن يحصل فيدباك منك تكلمي الكوتش تقولي له انا شايفه كوتش ان كان يعني في ديالوج في كوميونيكيشن بينك وبين الكوتش ولا لا هي تعليمات بتتلقيها وبتنفذيها وبس؟ لا هو بيبقى في مناقشه في حاجات كتيره الصراحه بس مش في كل الاوقات. في اوقات بالظبط يعني ممكن الكوتش يعني يتناقش معاكي في اوقات انا لازم استقبل بس انا ما ينفعش اتناقش معاه في حاجه برابو. وهو الكلام انا باخده منه زي ما هو وبالظبط باخده منه زي ما هو خلاص انا بضطر ان انا انفذه كده. انما لو في وقت تاني ايا كان هو ايه الوقت تمرين بقى دنيا كويسه الحمد لله احنا ماشيين كويس وات ايفر في معسكر يعني ماتشات الحمد لله احنا كسبانين لا ممكن اتكلم معاه. دينا انت كابتن فريق نموذجي وعايز اقول لك ان انت يوم بعد يوم بتزدادي نضج الحقيقه الله. وانا قريب منكم يعني انا عارف ومعاشر وبروح اقعد في الملعب كتير وبتفرج على تمرينكم. انت بتزدادي نضج كتير وعلى فكره وتمسكوا بده كل واحد ليه دور اكيد عارفه نور انا بقول كل واحد فيكم ليه دور وكل لعيبه فيكم ليه دور. امسكوا ده بقى زي ما بيقولوا عضوا عليه بالنواجذ زي ما بيقولوا. احنا بنكسب هنقعد 10 سنين نكسب ما والله فعلا يعني ان شاء الله طبعا باذن الله ان شاء الله. حتى في لعيبه يعني بتفكر انها الصراحه ما تكملش السيزون ده بس مش يعني بعد السيزون ده ما تكملش الصراحه بس مش هقول اسمها لا مش لازم بس شايفها اسمها غاز بس لا بقنعها ان هو ما ينفعش خالص. احنا الحمد لله الحمد لله لازم احنا دي البدايه احنا ما لحقناش لسه نعمل حاجه برافو عليك. فهم اتليست 5 6 سنين كمان عشان خصوصا هي واحده صغيره يعني اتليست انت لسه قدامك وقت عايزه تعملي كده دلوقتي ازاي يعني دورك مهم الكوتش مش هينزل يعني يتكلم الكلام ده لا خالص فما بقول لها يعني لا ما ينفعش فبتحاول دلوقتي تفكر في الموضوع خصوصا ان احنا لسه كسبانين وهي لعبة كويس فهي ده مديها البوش الصراحه ان هي لا تفكر في الموضوع تاني. مش هنسيب حد وهنكلبش في كل العيب بالظبط. وكذا مره كان برده ممكن بيحصل الكلام ده بس يعني ناس مثلا ممكن تبقى مصابه تبقى مثلا طولت فتره الاصابه شويه تبقى اللايف ستايل بره عجبتها اكتر فتبقى مش عايزه ترجع تاني او حاسه ان هي خاصه ان احنا كان عندنا لعيبه محترفه بالظبط مرتاحه بس شوية. انا متاكد ان النادي الاهلي ان شاء الله اكيد بعد المكسب وبعد ان انتوا فتحتوا نفس النادي الاهلي ككله كمجلس اداره وككل حتى الجماهير اكيد ان شاء الله مش هيسيبوا النادي الاهلي. النادي الاهلي قادر ان شاء الله اكيد ان شاء الله يكونش باذن الله. اروح لدكتور جاد يعني عشرة العمر وزميل الملاعب قول لي يعني انت لما جيت توليت المسؤوليه انا عارف طبعا علاقتك بكوتش ايهاب علاقه كبيره وفي قبل العلاقه الشغل في علاقه صداقه. انت قلت انا لازم اضيف حاجه للفرقه انا لازم اعمل حاجه ايه اللي انت شفته الفرقه محتاجاه؟ والله في البدايه يعني الواحد دايما بيحب ان هو يعني بالنسبه لي انا بحب اخد حاجه تكون فعلا مثلا مش محققه انا بحس بان انا بحقق حاجه شخصيه ليا. لما الكابتن ايهاب يعني قال لي انا كنت مبسوط جدا بان هو يعني اختارني وحطينا ايدينا في ايدين بعض وكان يعني قدامي تحدي ان احنا نقدر نرجع الفرقه دي للمكان اللي هي تستحقه والمكان اللي هي موجوده فيه. كنت حاسس ان في امكانيات وفي بالظبط هو ده اللي انا كنت عايز اقول لك عليه نقدر نجيب بطولات فعلا الفرقه فيها امكانيات امكانيات دي وجابت بطولات فانت كنت شايف ان ده لا الفرقه فعلا الفرقه فعلا فيها امكانيات فيها عناصر كويسه جدا سنها صغير بس كان اللي محتاج ان ازاي يتعمل بلان للفرقه دي ان هم يستغلوا كل القدرات اللي عندهم وهم بصراحه كانوا يعني متعاونين جدا في ده ان هم يعني الكوتش لما بدا يوجههم ويحطهم في المكان اللي هو روح الفينال الحمراء انتوا تستحقوا الكابتن ايهاب كان دايما يكلمهم عن ان انتوا من حقكم ده حقكم ان انتوا تكسبوا لمده 10 سنين قدام مفيش فرقه في مصر عندها الامكانيات دي مفيش في بنات ناقصكم بس الثقه وان انتوا تصدقوا ده صحيح حتى النفسيه وكمان خليني اقول يا جاد انت وانت لعيب كنت بتحب الديفنس قوي كنت حتى
تتطوع تمسك اللعيبه الجامده في الفرق الثانيه. ما اعرفش التطوع ده كنت يعني كان دايما بيخليك تبذل مجهود اكتر. حاجه الثانيه كنت بتهتم بالناحيه البدنيه، وكابتن ايهاب يعني مدير فني عاقل وحكيم يعني الحمد لله، مش بقول كده والله عشان لا ده عشان هو يعني محقق، لا ده الحقيقه، اداك مساحه. مش من نوع المدير الفني اللي بيقول لك لا التدريب كده يبقى هو كده، بيديك مساحه. لا هو حقيقي فعلا. كلمني عن مساحتك الفنيه اللي انت خدتها، اتصرفت فيها ازاي؟ الحقيقه ان ده حقيقي، كابتن ايهاب فعلا بيسيب مساحه وكل حاجه نحب نتناقش فيها. يعني لما يجي في اي مثلا شغل حاجه في السيستم عايزين نغيرها حاجه كذا، مثلا يقول لي ايه ده رايك كذا، واحنا متفقين يعني دايما نحب يعني في الاخر ياخد راي واحد وكلنا نلتزم بيه. وهو ده احسن حاجه، ان هو احنا متفقين ان لو في حاجه بنتناقش فيها وكده الراي النهائي اللي اتفق عليه اللي كابتن ايهاب بيقول ده هو الصح. دي لحظات يا كابتن الفوز، كابتن موسى وكابتن ايهاب، يعني لحظه حلوه يعني. حضن ده جميل، ده كابتن حضن المكسب ده. موسى ده مدربي يعني، ده مدربي واستاذي ويعني زي ما انت شايف كده مشاعر مش محتاجه كلام محترم. يعني انا بس اقول بس ان يعني اتفضل يا كابتن على يعني على كابتن جاد محمد جاد بجد يعني كلام من قلبي. يعني انا فعلا محظوظ ان انا مع جاد. يلا حته على الهوا دي يا كابتن جاد بقى، الحته دي على الهوا اهو. يلا بجد والله ما اثرتش معايا الكلام بجد، انا محظوظ ان انا معاه في الفرقه، يعني ان احنا مع بعض في الفرقه. عشان شايف الروح يا كابتن عامله ازاي؟ انا والله العظيم قاعد مش حاسس بالنبي والله. انا بكلمك بجد، بكلمك حقيقه، مفيش عمر مدير فني ينجح غير ما يكون معاه حد امين وبيحب وفاهم وبيحب الفرقه وغيور. صحيح. وعنده قلب وروح وبيموت نفسه عشان الفرقه والبنات واهلاوي حتى النخاع. طب كابتن اسالك سؤال، ده الاساس بقى. اسالك سؤال بقى، محمد جاد طبعا يستحق هذا، بس كلمني بامانه، انت مرنت ولاد وبنات، مين الملتزم اكتر في الباسكت، ولاد ولا بنات؟ سؤال بقى. بص نور بتبص لدينا بتقول ربنا يستر على الشباب. سؤال بص سؤال ده عارف زي ما بيقولوا سؤال في القلب على طول كده. اكيد احنا طبعا احنا بنستحمل اللي هم مش بيستحملوه ده اكيد اصلا. بلاش السؤال ده. قول لي بقى يعني انت لا يعني في مدربين قالوا لي صراحه للطايره، قالوا لي الطايره قالوا لي البنات هم ملتزمين، انا برتاح في الشغل مع البنات. ملتزمين. فطالما انت قلت بلاش السؤال ده يبقى خلاص، يبقى احنا كده. لا البنات انا اكون صريح، البنات ملتزمات او ملتزمات. هو ده اللي انت عايزه كمدير فني. لكن هم متعبين اكتر. الولاد متعبين. ما ماشي متعبين جدا اكتر. بس الولاد بياخدوا يعني ممكن تقول الولاد بيصدوا ويردوا. مش قصدي كده، انا قصدي في كباسكت بول يعني لا هم متعبين في الباسكت، متعبين جدا. صحيح. والتعامل يعني لازم بمنتهى بس انت كنت حكيم جدا يا كابتن، واول حاجه عندك اللي مخليك متفوق في الموضوع ده ما انتش عصبي خالص. بس خلينا ناخد الخبر ده خالص. زي ما قلنا طبعا مين ده اللي مش عصبي؟ النادي الاهلي يا اسطوره كل يوم بطوله. الحقيقه دي يعني ده برضو دي حقيقه. خلينا نتكلم عن هنطلع عن الباسكت بس يعني زي ما بيقولوا حته صغيره كده وارجع. الاسكواش في النادي الاهلي عامل طفره كبيره جدا، والاسكواش كان للناس اللي ما حضرتش الاسكواش وعارفه تاريخه، احنا كان عندنا ابطال العالم في النادي الاهلي ايام ما كان عندنا مجمع الاسكواش القديم وتهد، وبعد كده النادي الاهلي خرج بره اتمرن شويه ورجع تاني في المجمع الجديد. الحقيقه الاسكواش عمل طفره جديده جدا وبدا يستقطب احسن لعيبه في مصر، ولكن احنا متكتفين ليه؟ لان انت الاتحاد الاسكواش او لائحه الاسكواش ما بتخلكش تجيب لعيبه كتير كل سنه، انت ليك لعيب كده ولعيب كده يعني لاعيبه او لاعب في السنه رانكد على المستوى العالمي، فانت ما بتقدرش تجيب لاعبات كتير، انما الناس كلها دلوقتي او كل اللاعبات واللاعبين عايزين يجوا النادي الاهلي. ليه يجوا النادي الاهلي؟ نمره واحد عشان في سيستم، نمره اتنين في كنترول، قبليهم كلهم في دعم من مجلس الاداره. خليني اقول خبر عندنا لاعب، اللاعب ده افتكروا اسمه. افتكروا اسمه كويس، مصطفى عسل. اللاعب ده انا شفته الحقيقه وهو بيتمرن وشفته وهو بيلعب. بسم الله ما شاء الله تاتش وود، انا ما عنديش وود حواليا امسكه، بس ده تاتش وود. اللاعب ده هتسمعوا عنه قريب بطل عالم. خليكم فاكرين كان مصطفى عسل. اللاعب ده عنده تقريبا 16 سنه. هقول الخبر وهنعلق عليه. فوز مصطفى عسل لاعب الاهلي ببطولتي الجمهوريه تحت 17 سنه. مصطفى عسل، لا ده كابتن ناصر زهران، ومعاه طبعا مصطفى عسل على الشمال والمدرب على اليمين كابتن، هقول لحضرتك مدربه برضو اسمه ايه، مصطفى عسل على الشمال. خلينا نقول فوز مصطفى عسل لاعب الاهلي ببطولتي الجمهوريه اليوم تحت 17 سنه و19 سنه، فاز بالاثنين تحت 17 وتحت 19، وهو عمره ما يتعداش 16 سنه.
بشهور، عدى 16 سنه بشهور، وقيمه البطوله من يوم 14 حتى 21 مارس على ملاعب بلاك بول بالتجمع الخامس، لعب بطولتين في وقت واحد في اعمار سنيه مختلفه وفاز بيها. وما ينفعش نعدي الخبر ده لما بيكون معانا صاحب الانجاز ده كله الحقيقه، اللي هو كنترول الموضوع ده كله، والموضوع ده صعب جدا. معايا ومعاكم المدير الفني الكابتن ناصر زهران. اهلا بك يا كابتن. اهلا مساء الخير يا كابتن هيثم، اخبارك ايه؟ الف مليون مبروك يا كابتن مصر. طبعا انا بشكرك على المقدمه الجميله ديت، يعني مش عارف اقول لك ايه بصراحه يعني، لكن الحمد لله احنا لازم برضه ندي لكل ذي حق حقه. يعني انا بشكر رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره على دعمهم اللامحدود للعبه الاسكواش. بشكر طبعا قناه الاهلي على المتابعه المستمره لينا، طبعا دي حاجه تضاف ليكم طبعا بصراحه، انتم مش بتسيبونا ولا بطوله، متابعه على طول دايما طبعا. عايز اشكر مدربين بتوع كابتن محمود عبد الهادي والكابتن اسلام عادل على مجهودهم الجبار مع اللاعب مصطفى عسل. دي حاجه. حاجه ثانيه عايز اقول النادي الاهلي طبعا طول عمره نادي بيتملي يحمل الحاجات القياسيه، النهارده النادي الاهلي عمل حاجه قياسيه ثانيه في الاسكواش، فوز ببطوله اللاعب النادي الاهلي مصطفى عسل في 17 سنه، بس 19 سنه ما حصلتش في تاريخ البطولات خالص لوحده. اثنين عمل انجاز ثاني برضه اضافه لتاريخ النادي الاهلي، كسب البطولتين يا كابتن هيثم من غير ما يفصل ولا شوط. عمل انجاز ثالث، كسب النهارده بطل العالم في نهائي 19 سنه طارق مروان، مروان طارق اسف 3-0. مروان طارق حاصل على بطوله البريتش اوبن تحت 19 سنه. ومصطفى عسل عدى 16 سنه بشهور ما شاء الله، تاتش وود، ربنا يحميه يا رب. فدوت عايز اقول ده انجاز كبير جدا لينا، يعني ان اللاعب زي دوت تكسب البطوله ديت، يعني حاجه مش هتحصل كتير جدا يعني. فطبعا هو بيحمل شعار النادي الاهلي، بيلبس فنانه النادي الاهلي، وكل من يلبس فنانه النادي الاهلي ويحمل شعار النادي الاهلي ده لازم يعمل انجاز يضاف الى النادي ويضاف الى اللاعب نفسه. صحيح. طبعا انا بقول من خلال قناه النادي الاهلي نهني مصطفى عسل واسرته مدام منى وحسين ووالده محمود عسل ومصطفى عسل، ان هم بصراحه برضه هم من الناس الداعمين ليه بقوه. يعني الناس اللي تخيل حضرتك هنعمل نلعب في التجمع الخامس والولد ساكن 6 اكتوبر. والده واخد فندق جنب التجمع الخامس عشان الولد بيلعب ماتش الصبح 17 سنه وبيلعب في ليله 19 سنه، ما عندوش وقت يروح ويرجع البيت، واخد فندق جنب الفندق عشان يريح الولد ياكله صح ويشربه صح وينيمه صح. فطبعا دي حاجه انا بشكرهم طبعا عليها، يعني حاجه كبيره جدا طبعا. كابتن ناصر كابتن رفعت عبد الهادي برضه من النشاط الرياضي على دعمهم اللامحدود للعبه الاسكواش. كابتن ناصر انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، المدير الفني للسكواش بالنادي الاهلي، انجاز كبير طبعا بيتحقق يعني برعايه سواء من الجهاز الفني او من النشاط الرياضي او من مجلس الاداره، وان شاء الله مطالب يعني وبنطالب الاسكواش فتحته نفسنا اكتر واكتر، محتاجين طبعا منكم بطولات كتير. ارجع طبعا لطبعا نجوم الحدث الكبير جاد مدرب العام، عايز اسالك سؤال يعني يهم المنافسه. الناس فاهمه ان الباسكت او البنات بيتنافسوا بس الاهلي وسبورت مباراه مين يكسب وخلاص، ولكن مش دي الحقيقه. الحقيقه ان في منافسه ما بين اربع وخمس فرق انت ما بتبقاش عارف مين يكسب، والناس دايما بتحمل الباسكت الحقيقه او واخدين على البطولات بشكل كبير جدا جون او جمهور النادي الاهلي، ولكن لازم الناس تعرف برضو ان المنافسه في الالعاب الاخرى غير الباسكت. معلش وضح لنا دي حقيقة. فعلا دي حقيقه، يعني دايما الباسكت في اربع خمس فرق بيتنافسوا، على فكره ده على مستوى الولاد وعلى مستوى البنات. سبورتنج، سموحه، شمس، هليوبلس، كل دي فرق ما تعرفش مين هيكسب خالص بالظبط. ودايما حتى في اللقاءات يعني سبورتنج هليوبلس كسبه في الدوري المرتبط، سموحه كسب سبورتنج بالظبط، وبعدها على طول سموحه خسر من الشمس. فالماتشات فيها تنافس قوي باختلاف ممكن يكون مثلا في الفولي مثلا يكون اهلي وشمس، ممكن في الهاندبول ممكن نفس الوضع يبقى اهلي وسبورتنج. الموضوع منافسه، الموضوع النسبه يعني كحاجه علميه يعني كنسبه وتناسب، لما حضرتك تيجي توزع البرسنتج 100 تلاقي نسب المكسب والخساره متوزعه على خمسه على عكس لما تكون متوزعه على فرقتين. فده ممكن، بس طبعا يعني دايما جمهور النادي الاهلي و ما بيعرفش غير المركز الاول، عايزين دايما المركز الاول، وده يعني حقهم حقهم طبعا حقهم بالظبط. لينا طب قولي لي بقى انت، عندنا بطولة المرتبط ان شاء الله، لا بطولة السوبر، المرتبط خدناها، خدنا القاهرة، لا انا مذاكر وخدنا الكاس، فان شاء الله عندنا السوبر. المشوار اللي جاي ايه؟ فاضل لكم ايه؟ وهدفكم ايه؟
وانا الصراحه مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. ليه؟ هنقول عندنا كم ماتش فاضل؟ هو ان شاء الله 4 ماتشات رايح راجع. مين معانا؟ هنلعب سموحه، سبورتنج، ظهور، شمس. هنلعبهم رايح راجع، بعدين دورتين مجمعتين. الدوري ان شاء الله يخلص على 10-5. دورتين من نفس الفرق؟ يعني بالبوينتس، اعلى بوينتس هم اللي هيخشوا. و8 16 ماتش بالظبط. 16 ماتش ناقصين، فالبوينتس الاعلى بوينتس هم اللي هيخشوا الدورتين مجمعتين، وهيبقوا 6 كبار ويخلص بقى ان شاء الله. احنا كل القصه دي هتخلص امتى؟ على 10-5 كده باذن الله. ده لسه احنا مطولين مع بعض. لا لسه حبه حلوين ان شاء الله. ربنا معاك. طب كابتن ايهاب، قول لي يعني الفتره الجايه اكيد في يعني بلان حاططها، كلمني من هنا لغايه ان شاء الله اخر يوم باذن الله 10-5 نهايه الدوري السوبر. اخد كلمه كابتن محمود الخطيب، يوم التكريم اللي ابتديت بيها برضو اللقاء لو انت فاكر. طبعا. يوم الماتش بتاعه خلاص، كاس مصر بقى تاريخ، بقى خلاص بقى اتسجل في التاريخ. الحمد لله نادي الاهلي بطل كاس مصر 2017 2018. الموضوع خلص، عندنا بكره تمرين، عندنا دوري السوبر، عندنا تمرين بكره وبعد عندنا ماتش الظهور. فين احنا؟ خلاص احنا الملعب عشان مش متمرن في النادي، فواخدين ملعب بره اللي هو نادي الشرقيه الدخان. نادي الشرقيه، واللي بحييهم وبشكرهم بصراحه. لا لا، دكتور مجدي بصراحه عبد الرحيم وفروا لنا الصاله والجيم، واحنا بنشكرهم بصراحه. عندهم صوتنا، اي حد يعني بيتعاون لرفع او نشر اللعب او خاصه لمصلحه الفرق احنا بنشكره بدون حدود بصراحه. وخلاص الملعب الشرقيه وملعب النادي الاهلي ان شاء الله الفتره الجايه لغايه بطولات افريقيا ان شاء الله، ان شاء الله لحد ما نكسب بطوله افريقيا. هو مقرب لملعبنا ووشه حلو علينا ان شاء الله. الحمد لله احنا كسبنا فيه المرتبط وكسبنا فيه الكاس ان شاء الله. فان شاء الله يا رب ان شاء الله السنه دي نكسب فيه دوري السوبر ان شاء الله باذن الله يا رب. باذن الله ان شاء الله. نور، قولي لي الفتره الجايه طموحاتك، يعني ناوي على ايه نور؟ ان شاء الله نركز بقى عشان ناخد الدوري. واحنا مره كنا قاعدين بنتكلم وكده وسالنا كل واحد نفسه في ايه. امتى؟ بعد الكاس ولا قبل الكاس؟ لا قبل الكاس. قبل الكاس، جميل. فكانت رد دينا اللي هو صدمنا قوي، يعني مش صدمنا بس هو اللي هو ازاي بنقول لها وانت نفسك في ايه دينا؟ قالت نفسي اخد الدوري. فدي حاجه اثرت فينا قوي، يعني ان لو اكبر لا واحده كابتن الفرقه مش سهل، خدي بالك. فبقى كلنا عندنا الشعور ده خلاص، اللي هو اول حاجه ان كلنا نكسب دوري، يعني اول حاجه لينا كلنا ان احنا ناخد الدوري. يا رب يا رب يوفقكم، يعني بتمنى من كل قلبي ان الكل مجتهد ان شاء الله نصيب، وانتم باذن الله تستحقوا ذلك. نور بشكرك شكرا جزيلا، يعني مؤقتا لغايه ما تنضموا لنا في الاخر عشان نقطع التورته مع بعض كالعاده عشان ينضم لنا بقيه اللاعبات. بشكرك، نورتيني وشرفتيني. بشكر دينا، بشكر كابتن فريق، وان شاء الله مزيد من البطولات باذن الله يا رب. ويعني ده شكر مؤقت بس لغايه ما يا رب ان شاء الله باذن الله. كابتن ايهاب المدير الفني بشكرك شكر يعني لا حدود له. ربنا يخليك يا كابتن ياسر، شكرا. نورتنا وشرفنا يا كابتن. كابتن محمد جاد بشكرك وبالتوفيق يا رب باذن الله. ده شكر يعني سلام مؤقت بس هننضم تاني لبعض في اخر وقت ان شاء الله. متشكرين جدا، شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل قصير، هستقبل بيه بقيه بطلتنا ونجماتنا اللي حصلوا على كاس مصر من يومين لكره السله. فاصل قصير وارجع لحضراتكم.